هنروح لألعاب القوة. ألعاب القوة يا جماعة يعني مش محتاج أقول لحضراتكم وأذكركم دايماً ألعاب القوة بتعمل نتائج يعني مبهرة جداً في النادي الأهلي. فريق الناشئين تحت 18 والناشئات تحت 18 توجوا ببطولة الجمهورية. عندنا نتائج كويسة جداً الحقيقة. خلينا نقول أستعرضها مع حضراتكم. الأهلي شارك بكام؟ ب 92 لاعب ولاعيبة، رقم كبير جداً. النادي الأهلي بيرعى تحت 18 سنة 92 لاعب ولاعيبة. والبطولة بشكل عام شارك فيها 485 يعني خمس اللعيبة تقريباً بحسبة بسيطة كده. خمس اللعيبة اللي شاركوا من النادي الأهلي 485 لاعب و 389 لاعبة مثلوا 34 نادي ومركز شباب. تمام. ناشئ الأهلي فازوا باللقب بعد ما حققوا 23 ميدالية وكانوا 13 ذهب و7 فضة و3 برونز. لو رحنا للناشئات حققنا 21 ميدالية و8 ذهب و5 فضة و8 برونز. ولو رحنا للألقاب الفردية هنلاقي ان تامر أشرف محمد حقق رقم قياسي جديد في منافسات القفز بالزانة بعد ما عمل رقم 4 متر و93 سنتي، رقم جديد. كل التوفيق طبعا ليهم. كاميرا الأبطال كانت موجودة في البطولة، سجلنا التقرير ده، نتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. الحمد لله ده كاس مصر، يعتبر نهايه سيزون، والدرجه الاولى طبعا دي تعتبر اقوى المنافسات على مستوى الموسم الكامل رجال وسيدات، تعتبر يعني مسك الختام زي ما بنقول، وبنشارك مش اقل من 96 لاعب ولاعيبه او اكثر. البطوله دي بالذات ليها طابع خاص اللي هو اللي بياخد المركز الاول او اللي بتحصل على المركز الاول بتاخد ميداليه ذهبيه. دي هي التقييم النهائي في على مستوى البطولة عشان الفرق ترتيبها على مستوى الجمهورية، يعني الميدالية الذهب ممكن تساوي 120 فضة. الحمد لله احنا لغاية امبارح لاعبينا ولاعباتنا حاصلين بالنسبة للرجال 9 ميداليات ذهبية والسيدات 4 حتى تاريخه، وان شاء الله المنافسات بتستمر النهاردة وبكرة، وباذن الله بنأمل ان احنا نحصل على اكبر عدد من كده اللي بيه ان شاء الله نحصل على البطوله في نهايه الموسم باذن الله تعالى. طبعا هو السباق كان صعب طبعا، واللعيبه كل اللعيبه جامده على مستوى الجمهوريه، لعيبه محترمه طبعا وقويه، بس الحمد لله ربنا وفق. يعني انا قاعد بقالي 6 سنين من اللعبه، ودي تاني ماتش ليا حواجز. كنت قاعد يعني عندي اصابه وكده، وكابتن حسام البنان ساهم في رجوعي، بعد كده تولاني كابتن تامر الرفاعي بدا يمرني لحد ما الحمد لله خدت اول حاجه. الماتش اللي فات خدت ثالث. الحمد لله ربنا كرمنا جدا جدا. النادي الحمد لله موفر لنا امكانيات كويسه جدا جدا. من تولز، احنا لعبتنا بتحتاج ادوات، بتحتاج زنات. الزنات دي بتكون مكلفه، الحمد لله النادي موفرها لنا كويس جدا جدا. كابتن ياسر داوود رئيس الجهاز سبورتد جدا لينا، بيدعمنا جامد قوي بقدر المستطاع. انا كنت عامل رقم مصر من اسبوعين في بطوله 20 سنه، كان رقمي الشخصي 4 متر و65 سنتي. انا دلوقتي عامل 4 متر و80 سنتي، وده رقم مصر. واول امبارح بالظبط كنت بلعب بطوله الدرجه الاولى، خدت فيها مركز تاني ورا صديقي في التمرين تامر، هو عمل 4 متر و85 سنتي، ده رقم مصر جديد ومبروك ليه، وانا عملت مركز تاني. بقالي حوالي شهرين بدات اغير الايفنت بتاعي والعب طويل عشان اقدر ان انا اكمل 7 لفات ونص. والحمد لله كان يعني كان ماتش صعب، بس الحمد لله قدرت ان انا احقق حاجه كويسه، ان انا لاول مره العبه. لازم اتعب جامد، اتمرن يعني اجي على نفسك في حاجات كتيره قوي عشان افضل محافظه على مستوايا واقدر ان انا انافس بطوله كبيره زي دي. اكسر رقم مصر النهارده ان شاء الله، وبطولات طبعا كبيره زي افريقيا اولمبياد. الحمد لله كنت كويسه جدا، اخذت اول في ال 100 متر حواجز وفي الوثب العالي برضو. كده كده هي تجميع بوينتس يعني، واعلى بوينت هو اللي بيكسب ان شاء الله. هي المسابقه بتقام على مدار يومين، اول يوم بلعب 4 ايفنتس، ثاني يوم بلعب 3 ايفنتس. البطوله زي ما احنا شايفين بيشارك فيها كل انديه مصر، وعندنا كل الانديه دي بيكون فيها مستويات كبيره جدا. بعض الايفنتات اللي احنا موجودين فيها، النادي الاهلي طبعا موجود، كابتن محمد مجدي في الجله، وعندنا كابتن عبد الرحمن النادي الاهلي فيه ابطال في الرمج، كابتن مصطفى الجمل في المطرقه. النادي الاهلي داعم بشكل قوي للاتحاد المصري لألعاب القوى، واحنا شايفين ان النادي الاهلي موجود بقوه،
في البطولات دي بينافس في بطولات الدرع والكاس، ودي حاجه طبعا معروفه على النادي الاهلي. هي الاصابات عموما، في اصابات للمضمار، كل لعبه ولها الاصابه الخاصه بيها. مثلا لو اتكلمنا عن اصابات المضمار، اصابات مسابقات السرعه، مسابقات السرعه اصاباتها غالبا بتبقى العضله الخلفيه، لان اللعيب بيعمل اقوى قوه انفجاريه للعضله، وغالبا العضله الخلفيه مش هقول اللعيبه ما بتهتمش بتقويتها، لكن غالبا تبقى ضعيفه بيحصل فيها الاصابه بالنسبه لمسابقات المضمار. بالنسبه لمسابقات الرمي، لو قلنا رمي الرمح هنلاقي كتف الشولدر والقلب، لو قلنا مسابقات المطرقه رمي المطرقه بيحصل في الركبه وفي الانكل، لان اللعيب بيعمل دوران على مفصل الركبه ومفصل الانكل. هو انا اصلا 18 سنه، بس هو ليا الحق ان العب 2005، فان شاء الله جاي النهارده العب البطوله، بقالي شهرين عشان كنت مصاب. عايز اعمل رقم جديد ليا النهارده ان شاء الله في بطوله الدرجه الاولى. طبعا في ناس كبيره بطله مصر، هاخد منها خبره النهارده ان شاء الله عشان ابقى زيهم ان شاء الله بعدين. احنا المفروض شغالين من بعد الدرع، ما البطوله اللي فاتت ما خلصت على طول، بدانا نشتغل عشان البطوله دي. تمام، مهمه طبعا بالنسبه لنا ان انا ارمي رقم جديد حتى لو انا محمل. تمام، عشان انا النقطه اللي اخلص عندها الماتش ده لازم هكمل تاني عشان اساعد الموسم اللي جاي. عندي حاجات دولي كتير، بحر المتوسط وافريقيا وكذا ماتش، فلازم ابقى جاهز. طبعا الكابتن في توجيهات كتير ان احنا لازم دايما شغالين، لازم نتمرن، لازم ما نوقفش خالص حتى لو كان الجو في ايه ايا كان الظروف، لازم نبقى مكملين. طبعا احنا حاليا بنتمرن في استاد القاهره، مده التمرين بتبقى 5 ايام في الاسبوع، صبح وبالليل. صبحي بيبقى رمي، بالليل بيبقى حديد والفتنس. بنحاول ان احنا نتمرن في الاعداد، طبعا بيبقى اكتر من قبل الماتشات، بنبدا نفك الحمل اللي احنا عاملينه وبنستعد للبطوله يعني.